أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم يتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة في عموم مناطق المملكة مع تكاثر الكميات من الغيوم الركامية الرعدية الموسمية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية وأيضا المرتفعات الغربية من المملكة العربية السعودية. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار الكميات من الغيوم العالية هي بقايا للغيوم الركامية التي أثرت على المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعات يوم أمس، سرعان ما تلاشت هذه الغيوم، لكن خلال الساعات القادمة يتوقع أن يعود ويتجدد تشكل هذه الغيوم الركامية في عموم المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا الغربية، مرتفعات عسير جازان أيضا الباحة مرتفعات الطائف ربما حتى مكة المكرمة وأيضا أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، في حين تسود أجواء صافية في باقي مناطق المملكة. تفاصيل أكثر حول الأمطار ومناطق تأثيرها وشدتها خلال نهار اليوم وخلال وحتى يوم الثلاثاء. يوم الأحد بإذن الله تستمر هذه التشكلات الرعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية تحديدا مرتفعات جازان وعسير والباحة، ربما تطال أجزاء من منطقة الطائف وأيضا أجزاء من المدينة المنورة، في حين يستقر الطقس في باقي المناطق. يوم الاثنين يتجدد تشكل هذه الغيوم الركامية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية لكن بأقل شدة من يوم الأحد، ويوم الثلاثاء أيضا لا تغير الحال الجوية، يستمر الطقس مستقر وحار بشكل عام في عموم مناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية حيث تبقى تأثيرات هذه الغيوم الركامية الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة، تسود أجواء صافية مع 29 درجة مئوية المحسوسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 43 درجة مئوية كحرارة العظمى أما الصغرى 31، يوم الثلاثاء تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار 44 درجة مئوية كحرارة العظمى أما الصغرى 32 درجة مئوية، ويوم الأربعاء لا تغير الحال الجوية تستمر هذه الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار 44 درجة مئوية كحرارة العظمى أما الصغرى 31 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي المدن السعودية، نبدأها شمالا من تبوك طقس صافي 37 إلى 23، سكاكا 41 إلى 26، وعرعر 43 إلى 26 درجة مئوية. نذهب الآن غربا نحو المدينة المنورة أجواء صافية مع 43 إلى 32 درجة مئوية، رياح نشطة في جدة 34 إلى 29، أيضا رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في مكة المكرمة 44 إلى 30، والطائف 35 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غير مستقرة، في الأبها زخات العديد من الأمطار 32 إلى 20 درجة مئوية، الباحة 32 إلى 21، وجازان 38 إلى 32 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 40 إلى 32، حفر الباطن 45 إلى 30، والإحساء 45 إلى 32 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس حار 43 إلى 31 درجة مئوية، بريدة طقس صافي 42 إلى 28، وأخيرا حائل 41 إلى 25 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.